السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كيف حالكم أيها الطلاب؟ نحن الآن لا نزال في موضوع الحفل التمثيلي. أمس قد شرحنا لكم المعاني الموجودة في الحوار، وسنقرأ إن شاء الله مرة ثانية الحوار في هذا الموضوع، ثم نأتي إلى التدريبات. قال فيصل: ستقيم مدرستنا حفلا تمثيليا في الأسبوع القادم، هل ستحضر لمشاهدته يا أبي؟ قال الأب: بالطبع، ما اسم المسرحية؟ قال فيصل: الناصر صلاح الدين، صديقي عبد العزيز سيقوم بدور صلاح الدين. قال الأب: وأنت هل ستشترك في المسرحية؟ قال فيصل: سأظهر في مشهد انتصار المسلمين في معركة حطين في الفصل الأخير. قال الأب: كم ساعة تستغرق المسرحية يا فيصل؟ قال فيصل: ساعة ونصف الساعة، من السادسة حتى السابعة ونصف مساء. قال الأب: كم يوما يستمر العرض؟ فيصل: 3 أيام، من الثلاثاء حتى الخميس. قال فيصل: أنا أيضا أبيع التذاكر، كم تذكرة تريد؟ قال الأب: أريد 3 تذاكر لحفل يوم الخميس، واحدة لوالدتك وأخرى لأخيك والثالثة لي. قال فيصل: التذكرة بنصف دينار. طيب، علما بأننا قد شرحنا لكم هذا الحوار، فأنا أرجو أن يكون لديكم فهم كامل لهذا الحوار. طيب، نأتي إلى تدريبات شفهية، محادثة موجهة، وهناك أسئلة سؤال والجواب. الألف: سؤال: هل ستقيم المدرسة حفلا تمثيليا؟ الجواب: نعم، ستقيم المدرسة حفلا تمثيليا. طيب، السؤال الأول: هل ستقيم المدرسة حفلا تمثيليا؟ السؤال الثاني: هل سيحضر الأب لمشاهدة الحفل؟ السؤال الثالث: هل سيشترك فيصل في المسرحية؟ الرابع: هل سيقوم فيصل بدور صلاح الدين؟ الخامس: هل تذكرة الحفل غالية؟ هذه أسئلة 5. ثم ب: سؤال: متى ستقيم المدرسة الحفل التمثيلي؟ جواب: ستقيم المدرسة الحفل التمثيلي في الأسبوع القادم. الأول: متى ستقيم المدرسة الحفل التمثيلي؟ الثاني: متى يظهر فيصل في المسرحية؟ الثالث: متى تبدأ المسرحية؟ الرابع: متى تنتهي المسرحية؟ الخامس: متى تشاهد أسرة فيصل المسرحية؟ هذه أسئلة 5 في الجزء الباء. ثم في الجيم الأخير: سؤال: ما اسم المسرحية؟ الجواب: اسم المسرحية الناصر صلاح الدين. طيب، السؤال الأول: ما اسم المسرحية؟ الثاني: من يقوم بدور صلاح الدين؟ الثالث: كم ساعة تستغرق المسرحية؟ الرابع: ما أيام عرض المسرحية؟ الخامس: بكم التذكرة؟ السادس: كم تذكرة اشترى والد فيصل؟ طيب، هذه 5 أسئلة أرجو أن تجيبوا عليها جميعا، ثم ترسلوا الأجوبة إلى رقم الواتساب لي بأسرع ما يمكن، لعل الله أن يساعدكم على جواب
أو إجابة هذه الأسئلة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.